بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أبنائي وبناتي طلاب الصف الثاني الإعدادي، أهلا بكم في مراجعة للترم الأولاني. السؤال الأول، أكمل ما يأتي. نقطة تقاطع متوسطات المثلث تقسم كل منها بنسبة 2 إلى كام من جهة القاعدة؟ طبعا احنا حافظينها من 1 إلى 2، هو كاتب 2 إلى، يبقى نجيب نسبة تساوي 1 إلى 2، فنقول 2 إلى 4. تاني حاجة، قياس الزاوية الخارجة عن المثلث المتساوي الأضلاع بتساوي 120 درجة. في المثلث سين صاد عين، إذا كان سين صاد بيساوي سين عين، فإن الزاوية الخارجة عند الرأس عين تكون إيه؟ واضح إن المثلث متساوي الساقين، سين صاد بتساوي سين عين. الحرف اللي قرر سين يبقى زاوية الرأس، والصاد والعين هي زاويتي القاعدة. الزاوية الخارجة عند الرأس عين، عين لازم تكون زاوية حادة. في زاويتين بيساووا بعض في مثلث، لازم الزاويتين دول يكونوا حادتين. الزاوية الخارجة تكون مكملة لها، مكملة الزاوية الحادة تكون منفرجة. مثلث ألف باء جيم فيه ألف باء بيساوي ألف جيم، قياس زاوية ألف بتساوي 60 درجة، فإذا كان محيطه بيساوي 18 سنتيمتر، فإن باء جيم بيساوي كام سنتيمتر؟ المثلث ألف باء جيم مثلث متساوي الساقين، ألف باء بيساوي ألف جيم، قياس زاوية ألف بتساوي 60 درجة، يتغير اسمه من مثلث متساوي الساقين لمثلث متساوي الأضلاع. محيطه بيساوي 18 سنتيمتر، يبقى طول أي ضلع فيه أقسم 18 على 3، يبقى الناتج 6. نمرة 5، مثلث له محور تماثل واحد طول ضلعين فيه 4 سنتيمتر و 8 سنتيمتر، فإن محيطه يساوي كام؟ المثلث اللي له محور تماثل واحد لازم يكون مثلث متساوي الساقين، لا إما هقرر الأربعة أو أقرر التمانية. أقرر الأربعة يبقى طول أضلاع المثلث 4 و4 و8، ده مرفوض طبعا لأن مش بيحقق متباينة المثلث. متباينة المثلث مجموع طولي أي ضلعين فيه أكبر من طول الضلع التالي. 4 زائد 4 8 سوى طول الضلع الثالث، يبقى ما ينفعش اقرر الاربعة. دايما لما يجي لك السؤال ده قرر العدد الكبير، يبقى لازم يكون 4 و8 و8، تجمع اي طولي ضلعين فيه لازم يكون اكبر من طول الضلع الثالث. طب محيط المثلث مجموع اطول اضلاعه، يبقى 4 زائد 8 زائد 8، 8 زائد 8 16 زائد 4، يبقى الناتج 20 سنتيمتر. نمرة 6، في المثلث ألف باء جيم إذا كان ألف باء بيساوي 3 سنتيمتر، باء جيم بتساوي 5 سنتيمتر، ألف جيم بتساوي سين سنتيمتر، السين تنتمي لإيه؟ تنتمي لفترة برضو تحقق فيها متباينة المثلث. طب أجيب الفترة دي إزاي؟ أجيب الفرق بين طولي الضلعين الآخرين، يبقى 5 ناقص 3 2، وأجيب مجموعهم 5 زائد 3 8، يبقى لازم السين تنتمي للفترة المفتوحة 2 و8. السؤال الثاني، في الشكل المقابل ألف باء جيم مثلث قائم الزاوية في باء، فيه ألف جيم بيساوي 10 سنتيمتر، باء جيم بتساوي 8 سنتيمتر، دال وهاء منتصفة القطعة باء جيم والقطعة ألف جيم على الترتيب. على الترتيب معناها النقطة دال جت الأول تبقى هي منتصف القطعة باء جيم اللي جت الأولى، وهاء جت التانية يبقى هي منتصف القطعة ألف جيم اللي جت التانية، حيث القطعة ألف دال تقاطع القطعة باء هاء في نقطة
ميم رسم الشعاع جيم ميم ليقطع القطعة ألف باء في واو. أوجد محيط المثلث ألف واو هاء. طبعا محيط أي مثلث محتاجين نعرف أطوال أضلاعه التلاتة علشان نجمعهم. البرهان اللي عندي في المثلث ألف باء جيم قال لي إن قياس زاوية ألف باء جيم بتساوي 90 درجة، يبقى من نظرية فيثاغورس. اذا ألف باء تربيع بيساوي الوتر تربيع، يبقى ألف جيم تربيع ناقص باء جيم تربيع هيساوي ألف جيم عندي بكام؟ بعشرة. عشرة تربيع تبقى بمية ناقص باء جيم 8، باء جيم تربيع تبقى 8 تربيع 64. 100 ناقص 64 هتساوي 36 سنتيمتر مربع. انا عاوز اجيب ألف باء بس، يبقى جذر 36، يبقى ألف باء هتساوي 6 سنتيمتر. بما أن ده المنتصف القطعة المستقيمة باء جيم، إذن القطعة المستقيمة ألف دال تكون متوسط في المثلث ألف باء جيم. بما أن هاء منتصف القطعة المستقيمة ألف جيم، إذن القطعة المستقيمة باء هاء متوسط في المثلث ألف باء جيم. بما أن القطعة المستقيمة ألف دال تقاطع القطعة المستقيمة باء جيم في نقطة ميم، إذن ميم هي نقطة تقاطع متوسطات المثلث. وطبعا عارفين أن نقطة تقاطع متوسطات المثلث هي نقطة واحدة، نقطة وحيدة داخل المثلث. بما أن ميم تنتمي للقطعة جيم واو، يبقى في شعاع أو قطعة خارجة من الرأس الثالثة وتمر بالنقطة ميم، ونقطة تقاطع المتوسطات دي نقطة وحيدة. إذن القطعة جيم واو تكون أيضا متوسط في المثلث ألف باء جيم، واستفيد منها إن واو تكون منتصف القطعة المستقيمة ألف باء. إذن ألف واو يساوي نص ألف باء، ألف باء جبناه بستة، يبقى ألف واو بتلاتة. بما أنها منتصف القطعة المستقيمة ألف جيم، إذن ألف هاء نص ألف جيم، يبقى ألف هاء بتساوي 5 سنتيمتر في المثلث ألف باء جيم. بما أن واو هاء منتصفة القطعة ألف باء والقطعة ألف جيم على الترتيب، إذن واو هاء هتساوي نص، باء جيم هتساوي 4 سنتيمتر. كده جبنا أطوال التلات أضلاع للمثلث. أقدر أقول له إن محيط المثلث ألف واو هاء بيساوي مجموع أطوال أضلاعه، يبقى 3 زائد 4 زائد 5 يساوي 12 سنتيمتر. السؤال التالت، في الشكل المقابل ألف باء بيساوي ألف جيم، وقياس زاوية باء بتساوي 2 س زائد 13 درجة، قياس زاوية جيم بتساوي 3 س ناقص 17 درجة. أوجد قياسات زوايا المثلث ألف باء جيم، عاوز التلات زوايا له. بما أن ألف باء بيساوي ألف جيم، يبقى ده مثلث متساوي الساقين، يبقى قياس زاوية باء هتساوي قياس زاوية جيم، تكون معادلة. بما أن 2 س زائد 13 بتساوي 3 س ناقص 17، هنخلي السينات في طرف والأعداد في الطرف الثاني، اللي هينتقل من طرف لطرف نغير إشارته. 2 س تظل كما هي على يمين اليساوي، 3 س هتروح لها، كانت موجودة في اليسار موجبة، تروح هناك تكون إشارتها سالبة، فيبقى 2 س ناقص 3 س بتساوي الطرف الأيسر لليساوي سالب 17، هتظل كما هي. 13 كانت على اليمين، هتنتقل للطرف الأيسر تكون سالب 13. 2 س ناقص 3 س هتساوي سالب 1 س، أو سالب س على طول، بتساوي سالب 17 ناقص 13، الناتج سالب 30، بالضرب في سالب 1 يبقى س قيمتها 30 درجة. كده اقدر اجيب قياس زاوية باء 2 س زائد 13، اعوض اشيل س واحط بدلها 30 درجة، يبقى 2 في 30 زائد 13
هتساوي 60 زائد 13 بتساوي 73 درجة. ممكن اقول جيم على طول بتساوي باء بتساوي 73 درجة، وممكن اتأكد وبرضو اشيل السين وحط قيمتها 30 واعوض بيها فبرضو تطلع 73 درجة. بما ان مجموع قياسات الزوايا الداخلة المثلث بتساوي 180 درجة، اذا قياس زاوية قلب بيساوي 180 درجة ناقص 73 درجة زائد 73 درجة هتساوي 34 درجة. السؤال الرابع، في الشكل المقابل ألف باء جيم دال شكل رباعي، فيه ألف دال بيساوي دال جيم بيساوي جيم باء بيساوي جيم ألف. القطعة المستقيمة ألف دال بتوازي القطعة المستقيمة باء جيم، أثبت أن المثلث ألف باء جيم متساوي الأضلاع. البرهان، بما أن المثلث ألف دال جيم متساوي الساقين، إذا قياس أي زاوية فيه تساوي 60 درجة، إذا قياس زاوية دال ألف جيم بتساوي 60 درجة. بما أن القطعة المستقيمة ألف دال توازي القطعة المستقيمة باء جيم، إذا قياس زاوية ألف جيم باء هتساوي قياس زاوية دال ألف جيم بالتبادل هتساوي 60 درجة. المثلث ألف باء جيم متساوي الساقين، بما أن ألف جيم بيساوي جيم باء، بما أن قياس زاوية ألف جيم باء بتساوي 60 درجة، إذا المثلث ألف باء جيم متساوي الأضلاع. مثلث متساوي الساقين فيه زاوية بستين درجة يتغير اسمه ويكون مثلث متساوي الأضلاع. السؤال الخامس، في الشكل المقابل ألف باء جيم دال شكل رباعي، فيه ألف قطعة ألف دال بتوازي القطعة باء جيم، والشعاع باء دال ينصف زاوية ألف باء جيم، والشعاع ألف هاء ينصف زاوية باء ألف دال. أثبت أن ألف باء بيساوي ألف دال. تاني حاجة، القطعة ألف هاء عمودية على القطعة باء دال. تالت حاجة، دال هاء بتساوي هاء باء. بما أن القطعة ألف دال بتوازي القطعة المستقيمة باء جيم والمستقيم باء دال قاطع لهما، إذا قياس زاوية ألف دال باء هتساوي قياس زاوية جيم باء دال بالتبادل. بما أن الشعاع باء دال ينصف زاوية ألف باء جيم، إذا قياس زاوية ألف باء دال بتساوي قياس زاوية جيم باء دال. إذا قياس زاوية ألف دال باء بتساوي قياس زاوية ألف باء دال، يبقى المثلث ألف باء دال مثلث متساوي الساقين، إذا ألف دال بتساوي ألف باء، وده أول حاجة عاوزها. المثلث اللي عندي مثلث متساوي الساقين، بما أن الشعاع ألف هاء ينصف زاوية باء ألف دال زاوية رأسه، من نتائج المثلث المتساوي الساقين إذا القطعة ألف هاء تكون عمودية على قطعة باء دال، وهاء تكون منتصف القطعة باء دال، إذا هاء دال هتساوي هاء باء. السؤال السادس، ألف باء جيم دال شكل رباعي، فيها ألف باء بيساوي 5 سنتيمتر، باء جيم بتساوي 2 سنتيمتر، جيم دال بتساوي 3 سنتيمتر، ودال ألف بتساوي 4 سنتيمتر. أثبت أن قياس زاوية دال جيم باء أكبر من قياس زاوية دال ألف باء. هنعمل عمل، هنصل بين رأسي الزاويتين، يعني نرسم القطعة ألف جيم كما هو موضح بالشكل الثاني. البرهان، في المثلث ألف جيم دال، ألف دال بيساوي 4 سنتيمتر وجيم دال بتساوي 3، الزاوية المقابلة للضلع الكبير أكبر من الزاوية المقابلة للضلع الصغير، يبقى إذن قياس زاوية ألف جيم دال أكبر من قياس زاوية جيم ألف دال. في المثلث الثاني، ألف باء جيم، ألف باء عندي ب 5 سنتيمتر وباء جيم بتساوي 2 سنتيمتر، إذا قياس زاوية ألف جيم باء أكبر من قياس زاوية جيم ألف باء. آخر خطوة، لما أجمع قياسي الزاويتين الكبار أكيد أكبر من مجموع قياسي الزاويتين الصغيرين، يبقى إذا قياس زاوية ألف جيم
د زي قياس زاوية أ ج باء أكبر من قياس زاوية ج أ د زائد قياس زاوية ج أ باء. إذن قياس زاوية د ج باء أكبر من قياس زاوية د أ باء. السؤال السابع: في الشكل المقابل أ باء ج مثلث فيه قياس زاوية باء أ ج بتساوي 70 درجة، الشعاع أ د بيوازي القطعة باء ج، قياس زاوية د أ باء بتساوي 30 درجة. أثبت أن أ باء أكبر من أ ج. بما أن الشعاع أ د بيوازي القطعة باء ج والمستقيم أ باء قاطع لهما، إذا قياس زاوية باء بتساوي قياس زاوية د أ باء بتساوي 30 درجة بالتبادل. في المثلث أ باء ج، بما أن مجموع قياسات الزوايا الداخلة للمثلث بتساوي 180 درجة، إذا قياس زاوية ج هتساوي 180 درجة ناقص 30 درجة زائد 70 درجة هتساوي 80 درجة. إذا قياس زاوية ج أكبر من قياس زاوية باء. الزاوية الكبيرة يقابلها ضلع أكبر من المقابل للزاوية الصغيرة، يبقى أ باء أكبر من أ ج. في النهاية أتمنى لكم النجاح والتوفيق، ونلقاكم في مراجعات أخرى إن شاء الله. في رعاية الله.